إثار ليلوتش ممرد كنيا بلاي ماسك الدم الصدقة في الإسلام صدقة بإسلام يالون درجة نملكة لن بسدست أبيت نتبوش زوري علي ناتنتنا لن أولا عندنيو درجة الصدقة في الإسلام صدقة بإسلامنا يالو درجة منها لنو ثانيا أفضل الصدقة صدقة وش يتلعي درجة اللاتشو بلاج صدقة وش إنما الناتشو يتلعي بلتا انفاق ما درق على اللبن ثالثا سستنيو ثمرات الصدقة عند سو الصدقة بمستطو دنيا أخيرا من التكمال ترفاتو من دنو إنا لن رابعا أردتني أنواع الصدقة صدقة تلعي كفلو تشالوت النزا نما ناتشو خامسا بصدقة اسمي تترى قرآن لي عندي اسلمنا ما أزن على زكاة من لو قرآن لي بصدق عسم تطرطال زكاة من دنو لأن ما نسي قبه شوال وأخيرا يمجرشو نمازج المتصدقين با الله سبحانه وتعالى من قر لي قنزبو تشاتشوني لقسو موديلو تشن تمساليتو تشن إنا لن إن شاء الله أمر الله المؤمنين بالصدقة الله سبحانه وتعالى قرآن لي مؤمنان بصدقة الزاتشوال يعني الساتشوال يقول مولى عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن أنت يمناتشوه مؤمنانهي أنفقوا مما رزقناكم إنيا كلقسناتشو سيساي لقسوا ستو إلال ويقول سبحانه بل إلى ما انكسل من إلال يا أيها الذين آمنوا إن أنت يمناتشوه مؤمنانهي أنفقوا من طيبات ما كسبتم سرتاچو كفراچوت كطرو نجر صدقه ستو لغسو يلال درجه الصدقه في الاسلام صدقه باسلمنا يالو درجهنا يالن ان للصدقه درجه عظيمه في الاسلام صدقه اسلمنا دين الاسلام استلك بوتا الله ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل الغنى مع الانفاق بمنزله القران مع القيام به نبيه صلى الله عليه وسلم حديثات شولي غنى حبتن كملجسغا قرانن بسو بحقو كمقومغا اكول ادرغو تقسوتنا يالن يقول النبي صلى الله عليه وسلم نبياتش من يلالو لا حسد الا في اثنتين لولت نغروش بيهون انجي حسد يلم حسدنا يتكلكلنو لولت تغني تشالال يلالو منو خير سلام ياسكتل رجل اتاه الله القران فهو يقوم به اناء الليل والنهار عندن سونو الله سبحانه وتعالى قرانا نكت ستو قران ستو بذا قران ليتم قنم يقوم بتال بمياذو يسرابتال ولتنياو سو دمو هينو ورجل اتاه الله مالا الله سبحانه وتعالى سفي رزق ستو حبت ستو فهو ينفقه اناء الليل والنهار ليتم قنم بالله من غير لي يلقسوال ሁለቱ ቢሆን እንጂ ሌላ ላይ ሒስድ አይፈቀድም ይላሉ። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ምን ነው እንደነሱ አድርጎኝ ቁርአኑ ከተሰጠኝ እንደዛ በቆምኩበት ለይትም ቀንም ወይም እንደዚህ ሀብት ሰጠኝ ለይትም ቀንም በአላህ መንገድ በለግስኩት ብሎ መመኘት ይሄ ማሰብ በእስላም አይከለከልም። ولكن محل الشاهد من نبيه صلى الله عليه وسلم حبتن كملجس غا قران بسو كمسرات غا كون لغون نارو تكسواچو يي صدقان درجات تلقنت ياسيال بل فوق هذا كزيهم بلاي جعل النبي الصدقه دليلا على صدق العبد وايمانه نبيه صلى الله عليه وسلم كزيهم بلاي صدقان يا عند باريا يتكلنيا ايمانو مغلجا ملكت مرجا عندهن حديث لي يناغرالو يقول عليه الصلاه والسلام والصدقه برهان رواه مسلم صدقه مرجانو مرغاغجانو يلالو انت اخر علبي كارك كونو كيسو است يالنبر لما تاقو سو صدقه متسطو الله اندم يملسله مرغاغتهنو صدقه مرجانو امنهل معناتنو نغا مندا اندم يكفله صدقه تلك درجه له بسلمنا ومن الصدقه منا يوكفلو تشهنو كصدقه تشست تلك بوتا ميسطو اطعام الطعام مكب ما بلاتنو ذكر الله في القرآن من صفات الأبرار الله سبحانه وتعالى أبرار دقاق سوتش سيفة بحريات قرآن لي قلزة النزي سوتش يوم القيامة يجنة ونزج يفجرونها تفجيرا كأي كقراء يفصتال
እነዚህ ሰዎች ግን አንድ ባህሪ ያላቸው ከባህሪዎቹ ውስጥ ምን ተከሰ يقول مولى عز وجل الله سبحانه وتعالى من الهلال ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا ويطعمون الطعام على حبه الذي سوج مغبن يا مغبالو مسكين يا بلالو على حبه ينجنزب يوس يوددوت كنفساتشو ساستو لسوتش لغسطال ويم على حبه مالت بما بلاتاتشو يركو يوددو مالتنو مسكينا مسكينين يا بلالو ويتيما يتيما أباتو بالجنة متبت مسكين اسعان يا بلالو وأسيرا مركونيوشن يا بلالو مركونيا مالت لقليه متى تلات مالتنو لقليه متى انتلات تنكباك بوالا اسلام تملكت من عين الدين اندهون لياتكا انت النبي تسبل لقل نبرت اللي ورس يمتاون مركونيان اسلمنا مسلموش بسرعات انكباك بوتال الله سبحانه وتعالى تقرمونه انصفات شون يقل زو كزان بوها بوستات شون من الالو انما نطعمكم لوجه الله ناكم من مقبات شو لالله يا الله انفيت فلقنو لا نريد منكم جزاء ولا شكورا ناكن انت من دان انفلقم مسقانا من ديهو الالو من نابلات شو الله انديو الدلم بجا ما بلات تلك درجة اللو يطعم الطعام له فضل عظيم مقب ما بلا تلك سلمنا تلك بوتا ستوتال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبياتي صلى الله عليه وسلم حديث لي من يقول أيما مؤمن أطعم مؤمنا على جوع ما نمكو مؤمن ليلا مؤمن الربوت أي مقبهم أطعمه الله من ثمار الجنة الله سبحانه وتعالى كجنة فرافريوش يمقب يوم القيامة بيهون انجي ومن سقى مؤمنا على ظمأ سقاه الله من رحيق المختوم عند من مؤمنك عند مؤمن تمتت عادتهم يوم القيامة الله سبحانه وتعالى رحيق المختوم يبال بمسك تشقي جنة متتهل كذا يتتو بهن الجي سبحان الله تلك درجة له مالتنا وقد كان السلف الصالح يحرصون على إطعام الطعام ويقدمونه على كثير من العبادة قدمت سلفوك قدمت مسلموك مقف ما بلات كوزو عبادوك أسقدموا يا يتنبر مسكين سبسو ما بلات سنقدات أرتو مقابس تلك بوتا يسطو تنبرا وقد قال بعض السلف قدمت تلك عالم عند منارو لأن أدعو عشرة من أصحابي فأطعمهم طعاما يشتهونه أحب إلي من أن أعتك عشرة من ولد إسماعيل إلى اللو من إلى اللو نيكو أصر قادنيو چنت أرچي أمي فلقو تمقب عزقاد چي قابجاتشو أصر قادنيو چي ما بلات كان زند يتوددنو كمن يتودد الساتشو زند أصر كإسماعيل لجوج كنبي صلى الله عليه وسلم قدمت آيات إسماعيل عليه السلام يسو زروج ببارنت كنبروس ودكو نسون عتق الراكبة كبارنت كنبر نزعه كموتات أصر باروج نزعه كموتات يوم النبي صلى الله عليه وسلم قدمت آيات زري هونوتن كموتات أصر وندموشين ترجي بمجبي بلتبنية للالو تلك بوتان برميسات حقيقة بتلي قدمت سلفوك رمضان لي مقبن بما بلات لي تلك تكرتي ستنبر خاصة في رمضان وكان عبد الله بن عمر لا يفطر إلا مع اليتامى والمساكين عبد الله بن عمر يا عمر بن الخطاب لج يا نبي صلى الله عليه وسلم تعلق ودرس كيتيم قا ويم كمسكين قانجي أفطر ياك ملالو بتشام بلات أي تسوى مسوزنت وربما علم أن أهله قد ردوكم عنك فلم يفطر في تلك الليلة تعمل ميقرمو عندي دهوش مسكينو تشلا فطر دي سيمتو أبار الراتش يسو بيتسبوش بزالة لتقلب الأنبل والدر إلى اللو يا لمسكين يا ليتيم عيب الله شو من البر وقال بعض السلف قدمت سلفوك من إلال كان رجال من بني عدي يصلون في هذا المسجد لا كبابي سوچي يتناقرونو زيكو بني عدي سفر نواريوك زي مسجد مي سقدو سوچ نياك نبرالو بدمي قفتو ليلا تولد داقنتونو ما بلا تولد منالو ما أفطر أحد منهم على طعام قط وحده عندها شوكو بيتشاون أفطروا أياكم
وإن وجد من يأكل معه عاكل وإلا أخرج طعامه إلى المسجد فأكله مع الناس وأكل الناس معه بيت سو من مقب مسكين عبرت ميت سو كاتا وده مسجد يامتاونا كسوش قايبالونا بر أو من أين تزمن اللي درسنا له نزا سوش بيتي زوت مسكين مهد سو كالا خير وسدى بلاچوال والا جن مغباچون يزو ود مسجد يملسو نبر اندي نبرو بتلي رمضان لي تلك تكرت نبراچو منو برمضان لي ماسفطر يالون اجر ياقوس لنبرو نو يقول عليه الصلاه والسلام نبياچ من يلالو من فطر صائما صومنيان يسفطر كان له مثل اجره غير انه لا ينقص من اجر الصائم شيئا لسو مولو اجرو يستطوال يزانيا يصومنياو اجر سايقنسبت ይላሉ ያ ጾሞ ሰግዶ ያለው አጅር እንደተጠበቀ ሆኖ ለሱ ግን የዛን አጅር ሙሉውን ይሰጣዋል በማስፈጠሩ ብቻ رواه احمد والترمذي وقال حسن صحيح تفطر الصائم تلك درجه له بسلمنا صومنيا ماسفطر وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال سلمان الفارسي حديث لمن يلالو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله ملكتني منالو من فطر فيه صائما كان مغفره لذنوبه وعتق رقبه من النار صومنيا ماسفطر سو لو انجلوا يا ماسفطر مهرته يونلتال كجهنم منس عندي وطا بر يونلتال يلالو وكان له مثل اجره من غير ان ينقص من اجره شيئا ياسفطر سو اجر ساينك يسمولو اجر جن لسو يستطال الله لولتهم يستطال من ما يشجروا جيتانونا قالوا يا رسول الله يتلك اجر سينقراتشو صحابو چندت لناغن يوالن بلو عصبونا طيقو يكونمي اللاتشوما يا الله ملك تنيا ليس كلنا يجيد ما يفطر به الصائم ሁላችንኮ ጾመኛምና ሚያስፈጥርበት ኢኮኖሚ የለውም ይት ያገኛል አላቸው قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبياችን منالو يعطي الله هذا الثواب لمن فطر صائما على مذقة لبن او تمرة او شربة ماء ايهن اجركو الله يسطوال لمن نو ميسطو الله سبحانه وتعالى وتتنقوا بها دبالك بتاسفطر ويم تمر باندي تمر سوم بتاسفطر عليهم ببعض وهنكوا بياسفطر سو الله سبحانه وتعالى يهن اجر يسطوا لالو تلك درجه له ومن سقى صائما دغمم صومنيا ياتطا سو ليا فترسل سقاه الله من حوضي شربه لا يظمأ بعدها حتى يدخل الجنه سبحان الله ጾመኛን በጥሩ ነገር አጠጥቶ ያስፈጠረ የውመል ቂያማ አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ከኔ ሐውድ እኔ ጅለ ያጠጣዋል ያን ሰው ከዛ በኋላ ጥማት አይነካውም حتى يدخل الجنه ጀነት እስኪገባ ድረስ ይላሉ ማስፈጠር ማብላት ትልቅ ደረጃ አለው በተለይ ደግሞ ማስፈጠር ሁላችሁ መብራታት አለብን ማብላት ስለምናው ትልቅ ደረጃ አለው فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الإسلام خير نبياችን صلى الله عليه وسلم صحابوش ጠይቋቸው يا الله ملكتኛ የትኛው الإسلام ክፍለው ትልቅ ደረጃ የሚሰጠው የትኛው ነው በላጫሏቸው قال النبي من قالوا تطعم الطعام مجب سوچ لتمجب ነው ልታበላ ነው وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف كما في الصحيحين من قالوا مجب لسوش للتابلا كذا بهالا دم وتقرا السلام سوچ السلام عليكم للتنو على من عرفت ومن لم تعرف اوكم على اوكم يانسو مسلم مسلوكا هاي السلام عليكم للتلو ያገኘውን ሰላም አለይኩም ልትለው እነዚህ ትልቅ ደረጃ አላቸው አሉ በግንባር ቀደምትነት ማንን ተከሱ ቱጥሂሙ الطعام ምግብ ልታበላ ነው ትልቅ ደረጃ አለው መመገብ የጀነትም መግቢያ በር እንደሆነ ነብዩ ይናገራሉ ያ ايها الناس አሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መዲና ላይ ሲገቡ አብዱላህ ኢብኑ ሰላም እንደሚያስተላልፈው ሲገቡ መጀመሪያ የተናገሩት ሐዲስ ይችን ነው ይላል ምን አሉ ያ ايها الناس እናንተ ሰዎች ሆይ አፍሹ ሰላም ሰላምታን አብዙ ሁሉን ሰላም አለይኩም ሰላም አለይኩም አብዙ ወሲሉ الارحام ዝምድናን ቀጥሉ ቤተ ዘመድን አቋጥሩ ቀጥሉ ወሰሉ بالليل والناس نيام ሰዎች ደሞ ተኝተው እናንተ ተነስተታችሁ ለሊት ስገዱ ከዛ አራተኛ ምን ተከሱ واطعموا الطعام مجبن ابلو تدخلوا الجنه بسلام جنه بسلام تكوزند اذا ما بلات دين الاسلام است تلك درجه له
ነገር ግን ሰደቃዎች መግቢያ ላይ እንደተናገርኩት የተለያየ ደረጃ አላቸው ሁሉም የሰደቃ አይነቶች እኩል አይደሉም አንዱ ካንዱ ይበላልጣሉ እነማን ናቸው አብረንይ አወለን የመጀመረው በላጭ ሰደቃ የሚባለው الصدقه الخفيه ደብቀህ የምትሰጠው ሰደቃ ትልቅ ደረጃ አለው በዲን الاسلام لانها اقرب الى الاخلاص منه لله ብቻ ለመሆን የቀረበች ስለሆነ ነው ለብቻ ማንም ሳይመሰጠው ሰደቃ ለአላህ ብቻ ያደረካትናት በእኽላስ አላህ Subhanahu ወተዓላ የተሻለ መንዳይሰጣልና يقول مولى عز وجل الله سبحانه وتعالى قران لي من هلال ان تبدو الصدقات فنعم ما هي ان انتكو صدقان بجلس بتسطو فنعم ما هي طرو نو ملكام نجر نو وان تخفوها دغمو دبقاچو وتؤتوها الفقراء لمسكين بتسطوت فهو خير لكم يهل ان انت يتشاله نو بجلس كام بتسطوت بجلس بتسطوت كن يجد بجلس ليست ميجبا بوتاوچ allo مسجد اندما سرت عند عند نغروش بجلس يجد ميونالو يام بيون يتشاله نو يلال دبقو مسطت تلك درجه allo افضل الصدقه كم يبالو زرزر جبتوال ومن هذا مدح النبي صلى الله عليه وسلم صدقة السر وأثنى على فاعلها لزيه من نبياته صلى الله عليه وسلم دبكو صدقة ميسة صوتشن يا موقصاتشو سر وچن ميادان نقواتشو إيشي صدقة السر تدبك ميسة الصدقة تلك من داك الله زنت أسقن يالج كما في صحيح الترغيب يقول عليه الصلاة والسلام نبياته من يالو إن صدقة السر تطفئ غضب الرب تبارك وتعالى تدبك عم تصدقة يا الله سبحانه وتعالى قد تطفئ تطفع للتشلالو أنت وانجل سرت الله للتسقط وتشلالة صدقة وقن تطفع للتشلالو صدقة السر تلك درجة لات لزانو قدمت سلفوش تلك تكرتي ستو تدبكو صدقة بمستثلي زين العابدين علي بن الحسين بن علي زين العابدين مالت النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة ولدو فاطمة من علي رضي الله عنه داروت كعلي كفاطمة ما نوتو حسن من حسين نوتو كحسين ما نوتا زين العابدين علي بن الحسين بآيات سمي الدرال زين العابدين تدبكوا صدقة بمستتي تاوكوا نبرو تلك عبتام أرلح رقواتشو نبر فكان إذا جن الليل يحمل أكياس الدقيق على ظهره ويخرج بها في عتمات الليل والناس نيام دوك ايتوچن بجونيا سرنا ليليت تشكمو صوتنيتو يال نسو اغريتو يزورات نبره وكان يطوف بها احياء المدينه ليتصدق على الفقراء كتموان بليليت بچلمو دوك ايت تشكمو يملالسو نبر بيمسكينو بيت يهدو برو ليا اسكمطو لتا چلمانو كالله وچ ليا لامياچو يلمنا وكانت جماعه كثيره من اهل المدينه بوزو مدينه نواري حزبوت تعيش وهي لا تدري من اين يأتيها رزقها رغدا أبزاني مدينة نواريوش رزقاتشو ما ندمي لقساتشوهاكو بچا بيطواتو بيه مالدو دوكيت براتشو لي بجونية تصورا قنيالو الساتشو نيزورو ميادلوت فلما مات زين العابدين زين العابدين سيموتو فقد هؤلاء ما كان يأتيهم من رزق فعرفوا مستره يا هلم ميمت اللاتشو رزق تقوارتا ያኔ መስሳቸው በመሞታቸው እንደሆነ ስለታወቀ ማን ይሄን ሪስክ ያዛዛረ ያድለው እንደሆነ ህዝብ አወቀ መስሳቸው ሲሞቱ ያ ሪስክ ተቋረጠባቸው ለካሳቸው ነው የሚያመጡልን አሉ ህዝቦቹ ولما وضع زين العابدين على المغتسل زين العابدين جنازاቸው ለእጥበት ሲቀርብ نظر غاسله أطابعتشو تملك تقلعتشو لي فوجدوا في ظهره أثار سواد فقالوا ما هذا تقر نقر جرباتشو لأيو ينقر من النبلو تيكو فقيل لهم من على تحزبو إنه من آثار حمل أكياس الدقيق على 100 بيت في المدينة فقدت عائلها بفقده سبحان الله يا አጣቢ ጠየቀ ይጀርባው ላይ ያለ ጥቁር ነገር ይተቆረ እንደሚሸከም ሰው ምንድነው ሲባል በሌሊት ያን ትኩስ ዶቅ የተሸከመው ከመቶ በላይ ላሉ የምስኪን ቤቶች ይወሰዱ በየማታው የሚያድሉበት የዛ አثار ነው የዛ ቅሪት ነው ተባሉ ዘይኑ العابدين رضي الله عنه اندي نبرو قدمت سلفوچاچن للصدقات اللي كبوتا يسطوت بتلي تدبقو لمستت سلازي بلاچو صدقه مانم ساي متسطاو نو بجلس يجد كونه بتسطاو فنعم ما هي طرو نو هيم
ثانيا هلتنيا بلاج صدقة ميبالوت الصدقة في حال الصحة أنت بطين النت دهنا يالهم متسات وصدقة مستكاكلو إلم أف نبياتنا صلى الله عليه وسلم صحيح بخارينا مسلم يتزقب حديث لمن يقول أفضل الصدقة بلاج صدقة أنت صدق وأنت صحيح شحيح أنت تينين هنا هنا شحيح يسا السهلة لزابر مثست أو صدقان وبلعجو تأمل الغنى هبتاميمهم تصفى ياله وخش الفقر دقمو بمسته دهنة يفرى مثست أو صدقاء بتين النت موطافة فليس عدرس مثست أو صدقاء بلعجن ويلالو كذا من نبيهم بلو أستنككو ولا تهمل التازقيو حتى إذا بلغت الحلقوم روح قروري درست شكزي يعني يتمه جاند للستاك قلت لفلان كذا إيهن هاك لنتنا ستولن ولفلان كذا إيهن درشاد ملزي ستولن أتبل ألا وقد كان لفلان كذا لن قلقو أوريدي هونال عندي هونال ميورسو ميكفافلو الله يسكمتي شريع الله بزاو استقبتات زبارك زيد رجاسات سادر صدق إلال سازي بلاج صدقة موت لي سادرس حبتم يمون تصفى يال دهنتني يفرزي ميدالي هنا متسط صدقة مهالي لم أفضل الصدقة واستقبطات ثالثا سستنيو الصدقة مع القلة والحاجة أنت بتام يفلكو بتام تنش إيكونومي يال متسطك صدقة أم يستكاكلو يلم كما رواه أبو داود يقول النبي عليه الصلاة والسلام نبيات شمن يالو أفضل الصدقة بلاج صدقة جهد المقل يتنسو تبراتو سيساتسنو وابدأ بمن تعولالو جهد المقل مقل تنش اللوسو جهد هرقو تقلو تقلو ميسة صدقة مهال يلم يلالو وفي حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام رامي قرم حديث لنبي من ألو سبق درهم 100,000 درهم عندي درهم عندي تبر بلا نوسدو عندي تبر ما توش بر نكو بلت اتشالو نبي صلى الله عليه وسلم صحابو جيهي صاحب كامر على القباتشو منا وقالوا كيف انديتي الله ملك تنيالو قال كان لرجل درهماني تصدق بأحدهما عند سوكو كلت بر نبرتشو عندو ان صدقة ستن عندو ان لراسو اسكرة وانطلق رجل الى عرض ماله عند هبتان دمو وده تكمروا حبتوا بزومي لين بريالو سلمو وده زهدنا فأخذ منه 100,000 درهم فتصدق بها ما توش بالرعو الطعنا صدقة ستو يزي عند بري ستو صو يبل تعلالو رواه النسائي كما في صحيح الجامع سبحان الله أنت تنش بر نور أمت ستو صدقة بزو بر نور تكمي ستو صو يتشعل أجر الله سيزي أفضل الصدقة جهد المقل تنش نور أمت ستو صدقة مستكاكل ويلم سيزي إيكونومي تنش نور اللم بلا جنعي أنت صدقة بلتش إيكونومي لذا هو تشكفل رابعا أردتني الصدقة على الزوجات والأولاد لبال بيته للجوتش مثلت وصدقانه كما في الصحيحين يقول عليه الصلاة والسلام الرجل عند سوال نبياتش إذا أنفق نفقة على أهله يحتسبها كانت له صدقة عند سوكو لبيت سوى ميساتو يبيت وجو لي يحتسبها كالله من داقن يبت هلو بلو كاسبة كتمني إيه نقر لسو صدقة يخون الله تعالى بلاج صدقانه كما في صحيح مسلم مسلم ملي بتزقبه حديث يقول عليه الصلاة والسلام نبياتش من إلالو أفضل الدنانير بلاج سانتيمو تشكو دينار ينفقه الرجل على عياله بلاج كنز مالت عند سو كمسكين لك مسجد كما سرات لك لبيت سو ميساتو سانتينو بيت سو تشكر لي من إلال يا مردات بيت زمدو تشهنم اندزيهو خامسا أمستن يورم بلاج صدقة كمي بالوتوس الصدقة على القريب لقرب زمروت ميست صدقانه يقول عليه الصلاة والسلام كما رواه أحمد والنسائي والترمذي وابن ماجه بزي حديث لنبيات شمن الالو الصدقة على المسكين صدقة لأند مسكين متسط صدقة كندان صدقة يسعف الأهل وهي على ذي الرحيم اثنتاني لكرب الزمد قن متسات أو صدقة إن دولة تصاف لها الأولى من دي أسكينيال صدقة وصيلة عند لمسكين عند ستي صدقة عجر لكرب الزمد ستي يازل لها أولى تدمو وصيلة سيلة الرحم كتلها أولى تاجر الله سيزي مبلتيتون ولا مسكين كمسكت مسكين لهون لكرب الزمد مستتن يزمد النام عجر تاقينيال يصدقة ونم عجر تاقينيال أبو طلحة بن ملكت كأنصار قصاوة تستالك صحابينو كأنصار قصاوة وتشوس حبتامو
أمي بالوت صحابانا شابو طلحة مسجدك نبي صلى الله عليه وسلم مسجد فيت لفيت عند تلك ما صالله شو يه ما صا نبي صلى الله عليه وسلم هو اللي يجبو تام يعمر ميعقوه قوا السنم لبوني هالشنة في ما ركوا تلك ما صانو نبي صلى الله عليه وسلم يجبوها ميت الطبة مقرقوا دالو كزام راوي الحديث أنس رضي الله عنه ملال فلما نزلت هذه الآية إتشان كزدنا وردت شاء الله سبحانه وتعالى من إلال الله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون أن أنتكو يطرون قر من داويم جنة لن تنالوا أتاقن يتم حتى تنفقوا مما تحبون كم تودتنا قر اسكال ست أحجود رسميل آيات سيورد قاموا أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو طلحة ونبي صلى الله عليه وسلم متانا فقال يا رسول الله أنت الله ملكتنا إن الله يقول في كتابه الله سبحانه وتعالى قرآن لين دزيلا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون إن أنتكو جنة وإما الكم وطيتنا التاقين يوم كم تهدوثنا قر اسكال ستاتشويلا وإن حب أموالي لي كان يزن روحت أمي تهددو قنزب إيه مسجد في تلفت يعلو تلكو معصينو نبرتينو وإنها صدقة لله ايه نبرتي انداله لا الله صدقه يكون لي بتام ودو سرون الله رم متودوتن قال ستاچو جنتن اتاغنيم بلوال سزي لا الله صدقه يكون لي ارجو بالرحا وذخرها عند الله اني زچني صدقه مندا طرو نغر كالله سبحانه وتعالى افلغالونا فضعها يا رسول الله حيث شئت انت الله ملكتنيا افلك بت بوتا اسكمتو لفلكو نغر اولو علاچو ابو طلحه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي ياكن صلى الله عليه وسلم تكلمونا من قالوا بخم بخ مال رابح بخم بخ ما اسمع عربيا قد قد عجب عجب انده مالتنا اندي ترفع ما غنزب ابو طلحه ونسطحلت وقد سمعت ما قلت فيها بما سو قدي لي يالكون سمعتشالو اني ارى ان تجعلها في الاقربين نبي صلى الله عليه وسلم قالت اني كن لزمدوتش بتسطو يتايينيا لابت لقرب زمدوتش اكفافلو اني لليلا سو كما كفافلو لانتا بلاش صدقه لقرب زمد مستسلون لنسو ادرغوالوت فقال ابو طلحه من على افعل يا رسول الله انت الله ملكتني عززاتشونا رغالو علينا فقسمها ابو طلحه في اقاربه وابن عمه رواه البخاري ومسلم ابو طلحه لقرب زمدوچو لاغوتو شرجوچو وطانا هيمبر اكفافلو رضي الله عن ابي طلحه الله يودد ابو طلحان سلازي لقرب زمان ميست صدقه درجهو تلك نو نبي صلى الله عليه وسلم يهم برامطاو لفي سبيل الله لو الله امطاو لليلا مسكين يست علالوم بل لقرب زمانوچاچا ادرغو سبحان الله نبياچن صلى الله عليه وسلم بل الحديث لي يهل ابو طلحه مكروتن حصص ساتناكر من يالو افضل الصدقه بلاچو صدقه صدقه على ذي الرحيم لقرب زمده امت ستو صدقه نو يلالو ساديسن سدستنياو كبلاچ صدقاوچ است الصدقه الجاريه ميغرابتي هنا لو دفيت كموتك بهلا ميدرسي هنا صدقه مستتنو يقول عليه الصلاه والسلام نبياچن من يلالو اذا مات الانسان يسولت سموت انقطع عمله إلا من ثلاث سراه لا يقرط كسوست نغرو سيكر صدقه جاريه دنگت تتوت هدو صدقه جاريه كل ميكتلو قبر لا ميغرابتو كل او علم ينتفع به ويمسوت ميتكم بت علم استمر هدو كون او ولد صالح يدعو له ويمدق لج للسدعاء ما يدرجلت لج تتو هدو كون يسو كموت بحلا كميكتلو تسراوچ النزيناتو يلالو رواه مسلم سلازي صدقة الجارية ما بزاتها لبن نيان كموتن بوهلا ميكتلن أجروتشن مجالات صدقة الجارية سفينو سفي مسكالو هي كموت بوهلا ميكتلن أجرن دون علي تتانو من هدبت مالتنو عندنيا سقي الماء وحفر الآبار አከባቢ ያለን የውሃ ችግር መፍታት ጉድጓዶችን መቆፈር ለሰዎች ውሃን ማጠጣት ይህ ሰደቃ ከሞትክ በኋላ አጅሩ ወዳንተ ይመጣል ያ ሰው ያን ውሃ በተጠቀመበት ሁሌ ለቆሊ ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አፍዶሉ ሰደቃ ሰቂዩል ማሂ በላጩ ሰደቃ ሰዎችን ውሃ ማጠጣት ነው ይላሉ ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ረዋ አህመድ ወአቡ ዳውድ ወገይርሂማ
ስለዚህ የሰዎችን የውሃ ችግር መፍታት ጉድጓዷ መቆፈር የመስጂድ ቧንቧ ማስገባት ይህ ከሞትክ በኋላ የሚከተል ሰደቃ ነው በላጭ ሰደቃ ነው ይሄ ቢናኡ المسجد ሁለተኛው መስጂዶች መገንባት كما في صحيح البخاري ومسلم يقول عليه الصلاه والسلام نبياችን ምን ይላሉ من بنى مسجدا يبتغي بها وجه الله يا الله سبحانه وتعالى فيتن وديتان فلغو مسجد يسرى سو بن الله له بيتا في الجنه الله سبحانه وتعالى جنته سبيت يسرى لتال سبحان الله نبياتي منالو من حفر بئر ماء وها غرغادو حكو يقفر للسوچ يوها قربو تياقرب يشرب منه كبد حرا يتطما انجت هود ايهن نغر ايتطاوم من جن ولا انس كجنم يهن كسوم يهن ولا طائر كاوافاتم يهن جبتو كتطوت الا اجره الله يوم القيامه الله سبحانه وتعالى بزيه ملكو أجري ستو بيهون انجي ومن بنى مسجدا كمفحص قطات أو أصغر بنى الله له بيتا في الجنة يرقب وف ما رفع متحل مسجد يسراسو أو أصغر كزيه من مياس يسراسو تنشن بيهون أستاذ وارقيالونو الله سبحانه وتعالى يوم القيامة جنة سبيتي جنبان لتليلال سبحان الله مروت قلبن متلي حبتاموچ الله ايكونومي ستنسوش مروت قلبن الدنيا لي هونني اخره بيتاچ مگنبات قلبن انا استوصالو بقربو مسكين لمسرات كونو دگاگ وندموچي گا سنزور اند وندم هيدنا يهونه بوتا لي يمسجد مسرا بوتا انداگني لاند حفتام نگر اي حفتام يتناگرو قال والله لبين نكو من علا كارتاون سنتنم يفجالو 500 شال كارتاون امطالي 500 شي وديون ستحالوا 500 شبر سبحان الله الله يودادو ينسو اندي عينت دنيا لي قچبلو يا اخره بيتاچون اميجنبو دغاغسوچن بزمناچن لما يتادلنال ثالثا الانفاق على نشر العلم وتوزيع المصاحف علما مبتن قرانوچن گستن لمسجد مستت ي كموتن بوحلا اميكتلن سرانو كما رواه ابن ماجه من حديث ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله على نبي لي ما ورد على ابن صلى الله عليه وسلم نبياتش من علو ان مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته عند مؤمنكو كموت بهلا ما يغنيو ميكتلو سرا وحسنا وبنور نزيناتشو علو عندنا علما علمه ونشره علم استمرت يبتنو علم قال ይህ ካለው ይሰው ከሞተ በኋላ ይከተለዋል ይህ ማለት እኔ ዳዕዋ ሰጣለሁ ይሄን ካሴት ግስ ለጎረቤት ሰጣለ ያ ጎረቤት ያን አዳምጦ በሰራ ቁጥር ከሞትክ በኋላ ያጅር ላንተ ይደርሳል علمن علمه ونشره ايكون ሁለተኛ አወለደን ሳሊሃን ተረከሁ ወይም ድግ ልጅ ተተከደ ዱዓ ማደርግለት እናት አባት ከሞት በኋላ ጁን አንስቶ ለሊት ተነስቶ ረብ ارحمهما ጌታዬ ማራቸው كما ربياني صغيرا ልጅ እንዳለው ذاتن كباك بوني اني اسادغوي غيته يماراچو اني لما اسادغ ليت تكن سيدكمونو صلاتونم زكاونم ياغودلوت مارلين مي لج تتودو كونه كموت بهالا يدرسوا على النبي صلى الله عليه وسلم ثالثا سوستنيا او مصحفا ورثه وين مصحفوچ قران لمسجد او رسوت يموتكاله يا كتاب بتقربت قطر ود قبر اجر يهدلتال او مسجدا بناه وين مسجد سرتوت يهدكاله او بيتا لابن السبيل بناه وين لمنجدني لالفواج منجر لي سنك يقرطبتنا ما يدربت ياتال لنزي متليا بلو يسراو بيت كاله او نهر نجراه وين ونز يفسسو وين يوها شجر للسوت قرفو كونه لمسجد بامبو استكلو كونه يأجري درسوال أو صدقة أخرجه من ماله وهم زكا صدقة كجنزب وطا في صحته وحياته بطين النتبه هوتو يالا تلحقه بعد موته النزيك متبهلا يكتلو تالكبر ليلالو سبحان الله سلزيه صدقة جارية تلك فضلنو لنبرات تيقبال መጣር አለብን ከሞት በኋላ የሚደርሰን ንብረት ጥጠን መሄድ አለብን ከዛ እየተቆረጠ ሂሳብ ይመጣልናል ቀብር ውስጥ ነን መጣር አለብን እንግዲህ ሶደቃ የተለያየ ደረጃ እንዳለው ሁሉ ደረጃውን የሚጨምረው ደግሞ ከጊዜ ማንሳር ደረጃው ይጨመራል ተግባባን ግዚዎች አሉ ሶደቃ በዛ ቀን ከሰጠ የበለጠ አጅር የሚባዛበት ان الانفاق في بعض الاوقات افضل منه في غيرها አንዳንዴ ሶደቃ የምትሰጠው በተለየ ወቅት ከሌላ ወቅት የተሻለ አጅር ይኖረዋል ከልኢንፋቅ في رمضان مثلا رمضان ላይ
ሰውን አብዛኛው ዘካም ያወጣ ረመዳን ላይ ምን ነው አጅሩ ስለሚደራረብ ነው ረመዳን ላይ የሚወጣ ሰደቃ ዘካት ልቅ አጅራው በሌላው ጊዜ ከመሰጠው ይልቅ የቁሉ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አፍደሉ ሰደቃ በላጩ ሰደቃ ሰደቀቱን ፊ ረመዳን ረመዳን ላይ የሚሰጠው ሰደቃ ትልቅ አጅራው ረመዳን ላይ የምትበለው ምግብ ትልቅ አጅራው كما قال ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم بحرمه نبر ابن عباس اندገለጸ ويقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود الناس النبي صلى الله عليه وسلم بتام شر سو ناتشو وكان اجود ما يكون في رمضان بتلي رمضان لي دمو شرنتاچو مسمر يالفال بتام يچمر يالال انس رضي الله تعالى عنه يهد مصح بخارينا مسلم لي يتزجب حديثنا رمضان لي مسد صدقه تلك سلوله النبي صلى الله عليه وسلم بزان وقت بزوم مسفتن يا بزو نبر ثانيا ثلثنيا بلاج وقت مدن الصدقه في ايام العشر من ذي الحجه بذو الحجه يمرش 10 قناتوتس مجمر 10 قناتوتس مسدو صدقه بلاج ناتشو ذي الحجه مالت نعرفها من يوم اذا الاضحى عرفها كمونو بفيت يالو 10 قناتوتس بذي كان يمسرو سرا بلاج مو النبي تناغروال صدقام كسراوتوستنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الايام منم قناتشكو يلم سراوش كالله زند يبلط ميوددوبت كنزي 10 قنوتش است يلالو كنزي 10 قنوتش بتشاله ملكو قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله جهاد انكو سويو بيوطالاتشو قال ولا الجهاد في سبيل الله جهاد انكو بيهون الا رجل يكسو كون غن يبلطال رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع بذلك بشيء سويو بغنزوم بحياتهم بنفسهم جهادو تو سايملس زو موتو ككره يزي سو اجر يبلطال كزي وچغن بليلا كن ميسرى سرا كنزي قنوش غا አይወዳደርም جهاد ወጦ በገንዘቡ በነፍሱ ዘውሙቶ ይቀርሰው ቢሆን እንጃሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም حديث رواه البخاري ሌላው ደሞ ከወቅቶቹ ተበላጭ በላጭ ወቅት ምንድነው في ايام الشده ሰዎች በጣም በተቸገሩበት ወቅት የሚሰጥ ሰደቃ በተመቻቸው ጊዜ ከሚሰጠው ሰደቃ ይበልጣል ومن اوقات الفاضله يوم ان يكون الناس في شده وحاجه ماسه مثل بلاج يمهنبت وقت سوتش يمتشغروبت وقتوچ አሉ رهاب አገሩ سميጋባበት ያን የምሰጠው ሰደቃ ከግዚ አንጻር ትልቅ ደረጃ አለው كما في قوله تعالى كزي الله سبحانه وتعالى انكز يتوسنوا غزيوش ትልቅ ቦታ اجر እንደሚያስገኙ غزيዎችን ይጠቁማል يقول او اطعام في يوم ذي مسغبه ትልቅ عباده ማለት በተቸገረ وقت لي مسغبه ማለት يوم الرجوع والشده استجاري كان يرهب كان مالته مسغبه في يوم ذي مسغبه بذي كان است زكا صدقه مستتنا الى الله سبحانه وتعالى يتلك من دالو يا اخيراون ماكبت يا اخيراون شجر لمالفيا برنا الى سبحانه وتعالى صدقه مستت مقبال اند تناغركوت بوزو يهونو تروفاتوچ علوت ثمرات الصدقه انزين تروفاتوچ نال سويو رزق دنيا لي جنزب مستطو من يتكامل من يعترفال نعلن للصدقة فوائد وثمرات كثيرة في الدنيا والآخرة عندس الصدقة بمستطو الدنيا مأخرة وملي بزوتك موتشن عقنيال أولا دنيا لي ما عقنيو مجمر عني كذا ودا آخرة وندالن أولا عندني أنها تمخو الخطيئة سويون ونجلون تاتبلة تعلج كما في صحيح الترغيب يقول عليه الصلاة والسلام نبي أتشمنالو والصدقة تطفئ الخطيئة كما تطفئ الماء النار صدقك ونجل تتفالج لك وخاصات لم يتفال أنت تساست ونجل لتبرك تشلال صدق صدق الله يتشن ونجل يتباتل يبسباتل إيهي مجمرة ونو ثانيا هل التنيع الصدقة تشرح الصدور لبن تكفتالج وستجنك تبت السماي صدقة ست الله لبهم بذا صدقة يكفت اللحل كما رواه إمام أحمد أن رجولا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشكى إليه قسوة قلبه عند سود النبي صلى الله عليه وسلم التانا يلب دركة داقينيو النبيون قراتشو النبي صلى الله عليه وسلم مفتيهون قن ستت من ألف قال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا أردت تليين قلبك لبهن مال الزب ترون قرن دي السماه كفلك فأتعم المسكين مسكين أبلا مكب صدق صد وامسح على رأس اليتيم يليتي من رأس
ዳብሳ የቲም አባቱ በልጅነት ጥሎት የሞተ ምንከባከው ያጣሰዋለ ራሱን በእዝነት ዳብሰው ይልብህን ያለዝብልሃል ደስታን ሐሴትን ውስጥህን ይሞላልህ አለ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ጭንቀት አንዳንድ ይገጥማል ውጥር ዱንያ ተጠባሃለች በስፋቷ ሰደቃ ሰጥ አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ልብህን ይከፍትልሃል። ሳሊሰን ሶስተኛው ከሰደቃ ከመናገኛቸው ዱንያ ላይ ትሩፋቶቹስ ተናሉ ዳዕወተል መላኢካ የመላእክቶችን ዱዓ ታገኛለህ። መላእክቶች ለሚሰደቁ ሰዎች የሚያደርጉት ዱዓ አለ በመላኢካ أفضع يدرق الله كما في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نبيات صلى الله عليه وسلم صحيحين لبخاري مصيبة سقب حديث سليمان لعلو ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان من المكوك أن يلم باروش ميانا قبت كسماي خلط ملايكوش أمي وردو بيهون انجي نزي ملايكوش دعا دراجيناتشو من إلال فيقول أحدهم عندن يوم بلو دعا درقال اللهم اعطي منفقا خلفا الله وي لم يلقسو متكن ستويلة ستار الله عندي التكال ملايكوش دعا درقال هل ويقول الآخر ليلان يوم من إلال اللهم اعطي ممسكا تلفا الله وي ميسس ستنسو ساساچن سو تفاتن لقسو ستو الال برون بتنبت الال سيزي انت صدقاء مستي ملايكان دعا تاقين يالله بالنزي ملايكو چمي درق دعاك الله زن تملاش نتي اللهم الله زن يتكبر كرام بررة يتكبر يتلاقو ملايكو شناتشو نزي ميارقوت دعا تلك لانت بركاني چمر الهال اذن كملايكا دعا اقنت كنسو دعا بانت لك كما زرقن تتبك صدقة مستثين وربها يهدون عليهم التاقين يبتروفاتنا. رابعا أردتني الصدقة دواء للأمراض البدنية صدقة لنا وتروفاته لأكلوا بالشتاء مفتهنوا أن في الصدقة دواء للأمراض البدنية كما هو دواء للأمراض القلوب قدم لبسي درق لبه كفة اللزن صدقة ستألم إيه من فصوي تكمونه أكلوا بمتكم على نبيات صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الجامع يقول نبي صلى الله عليه وسلم نبيه من قالوا بتأمي قرب حديثنا داو مرضاكم بالصدقة بشيطان يوچاكم بالصدقة فكم واتشو إلال فكم إنا بالصدقة ستواتشو إلال سبحان الله من يهلو تشاكنا ونهي تتاكم على البتال يما جمّروا عند سو سيعمو يادر سو ميقبا سبب دعا ما درك كذا صدقة مستف كذا والا ودى حكمي هدال. يقول ابن الشقيق باستر الف الزقبال من الالو سمعت ابن المبارك وسأله رجل عن قرحة خرجت في ركبتيه منذ 7 سنين. عبد الله بن مبارك تلك الامام عند سوم الطق استيقاتوني سمت شالو الالو شقيق مبالو فعالم يسوم الطانة عند قسل قرول عنده التعبت نقراتشو يا قسل كل ميدمال ليدنا الكلام 7 تمتملو وقد عالجها بأنواع العلاج يلتتكم ومدهن تعينة اللم وسأل الأطباء فلم ينتفع به حكيم دكتور تبالي على مكر اللم 7 تمتملو قرو يقصل ليدنا الكلام مفتير يعني الكلام مطول عبد الله بن مبارك سنقراتشو فقال عبد الله بن مبارك إن حديث ترقف ونقرت منالو اذهب فاحفر بئرا في مكان يحتاج الناس الماء سويت جوها شجر ودال بثاك هيدنا قد قادوها قفرالت فإني أرجو أن ينبع هناك عين ويمسك الله عنك الدم أنكو تسفى درقالوك الله كذابو تاوست وايفلك اللهنا النزا سويت ميتكم بث الله سبحانه وتعالى كذابوها سيفلك يانتنكو سلدمون دمو ودوست يادرق الله لبيه تسفى درقالو هيد قفرالت عبد الله بن مبارك يسو اندالو تدو كفر ففعل الرجل تدو سيكفرها وطا فشفاه الله تعالى الله سبحانه وتعالى لسبات تامت سنت دكتور عماكرو يالدانو بشتا يهين قدقوا دوها صدقة الجارية بمادرقو الله سبحانه وتعالى دانو سبحان الله هم بيسو سبزو بشتا يالا لجو تشاكين تاموال بالا بيتي تاموالج بالشم اللي يتعمل أباته بهم مع القالي يتسك أيونه بصدق أنك كماتشو يهي نبي حديثنا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى سلزي صدقة مستد لتئن النتاجن فوسنا خامسا دون ذلك من التكم بصدقة تكما تشنست الصدقة توصلك إلى البر درجة البر صدقة در سهل أن العبد إنما يسيل حقيقة البر عند سوكو درجة البر اللي درسن ميشلو بصدقانو
منو الله سبحانه وتعالى قران لمن لن تنالوا البر ملكام درجات درسم جنتنا اتاغنيوم حتى توفقوا مما تحبون كم تودوت نجر اسكت لنجسو درس صدقه مستت تلك الدرجه درسال جنت لتغناصف يادرغال سادسا كصدقه ميغنيو تكم الصدقه تطهر المال جنزبن تصدالچ ان الصدقه مطهره للمال تخلصه من الدخن الذين يصيبه من الحلف والكذب صدق جنزبن يصدوال بنجد لي ياله انت تملاله تناغراله بزو نغر تادرغاله يعني ما طبيا نو يلالو صدقه كان النبي صلى الله عليه وسلم التجار نبياچ صلى الله عليه وسلم نغاديوچن ابتاموچن وصي ادرا يلو نبر يقول يا معشر التجار ان انت نغاديوچوي ان هذا البيع يحضره اللغو والحلف فشوبوه بالصدقه يه نغداچوكو لغو زازاتا ممال مهلتا بزو نغر يدبالقبتال بسودقا قلاقلو ناطوت يلالو نبي صلى الله عليه وسلم رواه احمد والنسائي وابن ماجه كما في صحيح الجامع سلي الصدقه يجنزبه انكو مركاتو ستلفا ستنجد ستاوطا بانك ستكت بزو نغر يدبالقبتال يزا ما طبيا دنيا لي بره نصوخ ديهون يتبارك بره ديهون صدقة يادرق الله هل سابعا صدقة كم يستوتكم الصدقة تطفئ غضب الله يا الله سبحانه وتعالى قد تطفى الله اللي صدقة يقول النبي صلى الله عليه وسلم نبي أحمد قال له إن صدقة السري بدبك من صدقة تطفئ غضب الرب تبارك وتعالى صدقة كويتي يا الله سبحانه وتعالى قد تطفى الله أنت من ألبا تساس ونجل استولك قال له الله قد ومن يحلل عليه غضب فقد هوى يا الله قطع دمو كارفة متفانو صدقة صدقة قطع يا الله قطع تطفى الله لك الله اندي ازن اللي تطفى لك الدنيا عليك من التكامو ليلة ودقمو من دنو الصدقة تبارك المال ابزانيو تشاچن التردامي نو صدقه جنزبن تباركوا لك مستت ما يقول لهم يمسلوا لا هيقول لهم نبياتنا صلى الله عليه وسلم من يلالو ما نقص مال امرئ من صدقه يا عند سو جنزبكو يا عند سو جنزب هيقول لهم صدقه بمستت يلا ابدا انت صدقه ست يتبارك اللي يجمر اللي نام تدو يقول الله تعالى الله قران لي من يلال وما انفقت من شيء فهو يخلفه من منكركم ان انت صدقات ستو ان يتكر بين انجيل الله نو يناغرو ومن استق من الله قيل ومن استق من الله حديثا نبياتنا صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى حديث القدسي لندي بلو تناغر بلو يستلالف يقول يقول الله عز وجل الله عندي لال يا ابن ادم انت يا ادم لجي انفق انفق عليك ست ستحلو الى الله سبحانه وتعالى ست ستحلو قوات ركاس اللهم سبحانه وتعالى رزقنا اليك كله ست ستحلو ስለዚህ ሰደቃ እዱንያ ላይ ብዙ ትርፋቶች አሉት ከብዙዎች ትንሽ ነው የተከስኩት እስኪ ሰብሰብ ባድርገን ባንዴ እንያቸው አንደኛ እና تمحو الخطيئه صدقه مس الدنيا لي وانجل كلمه ما طبيع مطرقانو ثانيا ولتنيا الصدقه تشرح الصدور لبهن مولويا مطرقيا مكفچانو ثالثا سستنيا تنالو دعوه الملائكه الملائكه تشن دعاتها تغنيال كنسور غمان تتبقال رابعا اراتنيا دنيا لي مناغنيو الصدقه دواء للامراض البدنيه لا اكلوي بالشتاء مدانيت مفتيه ماغني وانا هل سادسا سدستنيا الصدقه تطهر المال صدقه جنزب كن ياصدوال بنجد ستواش من ستلي نبرون يزاه ما طبيعن الصدقه سابعا سبعتنيا الصدقه تطفئ غضب الله سبحانه وتعالى يا الله ان قطا ما طفيت هنالك الدنيا لي ثامنا سمتنيا الصدقه تبارك المال جنزب كن صدقه يباركوال صدقه مسدكون جنزب يتباركه نو انغدي بسدقه الدنيا لي انينا مسروج بزو تروفاتوچ allo انغدي الدنيا لي صدقه يهنا مسل بزو تروفاتوچ allo اما في الاخره اخره لي دمو من داو يتدراربه نو اولا عندنا باخره كما نتكمو بسدقه وسط ان الله يضاعف للمتصدقين اجورهم الله سبحانه وتعالى صدقه لمي ستو سوچ اجراچون الله سبحانه وتعالى يوم القيامه ينبابرلاچوال يقول مولى عز وجل الله سبحانه وتعالى قران لمن الهلال ان المصدقين والمصدقات نزا يسيتي موهني وان صدقه سچوچ واقرض الله قرضا حسنا اللهم الملكان بدر يا بدروت نزا يضاعف لهم ولهم اجر كريم لنسو منداچو يدرربلاچوال ولهم اجر كريم
لنسو من دا تزقشت الله تعالى لال يقول سبحانه ليلة أبو تالي من لال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا منو لالله سبحانه وتعالى ملك من بدر أمي بدرو فيضاعفه له الله سبحانه وتعالى أمي أنبا برلت أضعافا كثيرة اتفدر بزوع درقو من دون أمي أدرى ربلت لالله سيل ملك من بدر أمي بدر مانا الليلة لا الله ملكم بدر تبدروال يوم القيامة داربو لم تيملس اللحل ليلهم آيات لي سورة البقرة لي الله سبحانه وتعالى من إلال مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم نزاكو بالله سبحانه وتعالى من قد جنزبو تشاتون ملقسو كمثل حبة مصالي وتشاتو اندان دي تفرينات اتفري انبتت سبع سنابل سبات زلالة وچند وطاج سبات كرنجاف وچن في كل سنبولة مئة حبة بيان داندو كرنجاف اندو فري سبات زلالة وطاج ايان داندو سبات زلالة دمو متو فري وچا وطا سبات بمتو ستابازو سبات متو فرين دا وطاشنو بزيه ما يقومم والله يضاعف لمن يشاء الله سبحانه وتعالى لفلقوا دوم من دون يدرى الربوال عند إخلاص لالله سبحانه وتعالى ترت عندما درق يدرى الربوال والله واسع عليم إذن صدقة أخيرا من دون تشاتشن تدرى الربوال لتأبك أن يدرق ثانيا هو للتنيا صدقة هي المال الباقي صدقة كاري ونبرتهم على السنو سبحان الله أنه لا يبقى لصاحب المال من ماله إلا ما تصدق به لأند السو لأند هبتامكو أري جنزبين روم صدقاء يستو به وننجي يقول مولى عز وجل الله سبحانه وتعالى قرآن من الال وما تنفقوا من خير فلأنفسكم أن أنت من نقرا فستم لنفس الجاجو أخيرا لالله ممن الدهش بهن نجي ولما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عائشة عن شاة التي ذبحها ما بقي منها نبي صلى الله عليه وسلم لعائشة ترتنا في الأردو نبي صلى الله عليه وسلم للصدقة ستجو أكفها في بلواتها سيملسوا من عندك أرد أيك واثمن على الوات من كر كفي لو سيال ستشو سيلوات فقالت ما بقي منها إلا كتيفها لك كتيف مالت يفيل إتشي مالتنا تتشي كراجة جيوة نبي صلى الله عليه وسلم يودوات لنبر كتيفان لساته سلسوان أسكرته اللون ستاو نبرا كذا يكررت إتشي جيوة بيتشانات إجوانات عالج نبي أتشنق منالو بليلا قوانقوانا قرط قال بقي كلها غير كتيفها هلون قر كرتوال يالك الروس إجيوة بيتشانوار سبحان الله أنت عند بقارده كلن صدقة ستة عند قرب التسكر يستة هنوك الله زند يكرر الإيمة أنت متبلون ما بقي منها من كرر سيرة الصواة جيوها كرتالي تشال آدلم جيواني آل كرر كلك الله زند كرتو لنا لان صدقة كذي قنزب مالت سنو كلن تاتفو على الدنيا لنا ثالثا سستنيا أخر لميتك من صدقة أن المتصدق في ظل صدقته يوم القيامة سبحان الله بذا باس جناكيو كان صدقة لقاشوش بصدقة شو تلاسرنا وميك أما توت كما في الحديث يقول عقبة بن عامر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عقبة بن عامر كنبي يسمى ولبم يسأل الفعدي سليم الإلال كل امرئ في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس كلهم سوكو بصدقو تلاسرنو مكمتو الله سبحانه وتعالى بسورجو تس فردوس كي جرس درس الال انت فردوس كي ست درس لزان لرجم امتات يوم القيامة بصدقات تلاسرنو متونو صدقات تلاهنو سيزت الاتشن كزي تكلم هدع اللبن ان شاء الله بل المتصدق في ذل العرش يوم القيامة كزيهم بلاي صدقاء متصدق بتلي بإخلاص كادرقو كعرش تلاسر نبي كمت إلى اللو وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله نبي صلى الله عليه وسلم سبعة سوج تكسو سبعة قلة سبوج ني سوج مخلوقانو صحي كرواستان كاكاتشو كعرش تلاسر مي كمتو ناتشو ني سوج كنزيوس أندن سو تكسو إيسو ماني هون رجول تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم ما شماله ما تنفق يمين يسو صدقان ستا بك أن يجو ست قراجو يما طايا سبحان الله
ይኪናያ ነው ማንም ሰው ሳይው በሲር ሰደቀ ማለት ነው ቀኝጁ ይሰጥ ግራጁ እንኳን በማታይበት ሁኔታ ማለት ነው ይህ ሰው የመልካማ በአርሽ ጥላ ስር ይቀመጣል ይላሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰደቃ ጥላችን መጠለያችን ነው ለዛ ነበር የቆሉ የዚድ ምን ይላል ስለ አቡ መርከር ሲናገር አቡ መርከር እኮ አንዲት ቀን አታልፈውም ሰደቃ ይሰጥ ቢሆን እንጂ 5 ሳንቲም 10 ሳንቲም ምንም የሚሰጠው ነገር ቢያጣ እንኳን ሽንኩርት ይሰጥ ነበር ይላሉ ቤት ያለው ምንም ነገር ባያገኝ ይሄን ጥላ ዱንያ ላይ ገንብቶት መሄድ ይፈልጋልና ስለዚህ ሰደቃ መስጠት በአኺራ ላይ ይሄንና مثل تروفاتو تشالوت إلى